بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مين مع نسرين. حلقتنا النهارده مختلفه شويه، هنتكلم النهارده عن السمنه الموضعيه ونحت الجسم ونحت القوام وتظبيط الجسم، وخاصه هتفيد قوي قوي الحلقه دي الناس اللي عملت دايت واللي خسرت كتير قوي من الوزن وجسمها ما بقاش متظبط، الدهون الباقيه من الجسم مش متظبطه على كافه انحاء الجسم، وخاصه الستات بقى اللي بتحب تهتم بالكيرفي والحاجات دي كلها بتلاقي عندها ترهلات والجسم ما بقاش متظبط. النهارده هيفيدنا في الموضوع ده بروف نحت القوام وتنسيق الجسم دكتور محمد عاطف، استشاري جراحه التجميل والليزر وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه التجميل. برحب بحضرتك يا دكتور عاطف. اهلا بحضرتك يا دكتور. سعيد جدا طبعا بوجودي معاكي في البرنامج الجميل. انا اسعد ونورتني وحضرتك يعني ما لقيتش بجد يعني غير حضرتك بجد ان انا اتشرف ان انا استضيفه النهارده. ميرسي جدا ربنا يخليك. دكتور محمد، في البدايه طبعا عايزه يعني حضرتك تعرف الساده المشاهدين اللي ما عندهمش خلفيه الفرق بين نحت الجسم وشفط الدهون. تمام. طبعا في البدايه طبعا زي ما انت قلتي مفيش شك ان الجمال او ان الجسم الممشوق المتناسق بيعكس باثر كويس جدا واثر ايجابي على الحاله الصحيه والحاله النفسيه وكمان الاداء الاجتماعي في العمل والاسره والحياه الزوجيه. فدي حاجه ورساله واضحه جميله جدا لجراحه التجميل انها بتساعد كل شخص في المجتمع على التقدم والرقي من خلال الثقه بالنفس. فلو هنتكلم عن موضوع السمنه الموضعيه زي ما انت اتكلمتي، فهنقول السمنه الموضعيه دي هي عباره عن تراكم جزئي للدهون في مناطق معينه في الجسم، عكس السمنه العامه تماما اللي هي حاله من تراكم الدهون بمحيط الجسم اللي هي مرض. بالظبط، ممكن نقول عليها مرض السمنه. بالظبط كده. هل دول ما لهمش حلول؟ لا، برضو لهم حلول. لكن مين الناس اللي تقدر تستفاد كويس جدا من عمليات جراحه التجميل وتنسيق القوام؟ هي الناس اللي بتعاني من سمنه موضعيه، عندهم تراكم جزئي للدهون في مناطق معينه، ما بتروحش مع الدايت، ما بتروحش مع الرياضه، مهما نعمل بنلاقي ان الاماكن دي بتفضل ثابته في جسمنا. هم دول الناس اللي يقدروا يستفادوا كويس جدا من عمليات شفط الدهون وتنسيق القوام ونحت الجسم. يعني ممكن نقول ان ممكن عمليه شفط الدهون غير نحت القوام؟ هنوضح الفرق ده كويس جدا بين موضوع شفط الدهون والطرق التقليديه لشفط الدهون والطرق المتقدمه في نحت الجسم. فلو هنقول شفط الدهون هو اجراء بسيط للتخلص من الدهون الزائده في الجسم، طب ايه هو نحت الجسم دوت؟ علشان كتير من الناس بتتساءل يعني ايه كلمه نحت وايه الفرق بينها وبين موضوع شفط الدهون. نحت الجسم هو عمليه تنسيق القوام لابراز مناطق جماليه بارزه، يعني هنا بيبقى مجموعه من الاجراءات بيتم عن طريق شفط الدهون وحقن الدهون دي في المناطق الجماليه البارزه. نبدا ندور على المناطق الجماليه اللي موجوده في الجسم نظهرها ونوضحها. عندنا تو اوبشن او طريقتين علشان نظهر مظهر جمالي في الجسم، ان احنا ننحت الاجزاء اللي حواليه كويس جدا او نشفطها بالنحت زي جهاز الفيزر او بالاجهزه الحديثه، او ان احنا نزود المحتوى الدهني بتاعها، او ان احنا نعمل الاثنين مع بعض. ده هيساعد ان احنا نظهر المناطق الجماليه، وهو ده مصطلح النحت اللي هو مجموعه من الاجراءات لتنسيق القوام لاظهار المناطق الجماليه البارزه. تتابعيه، هي بتبقى مراحل تتابعيه ما بين شفط الدهون وحقن الدهون. تمام. طيب الجسم ليه اجزاء معينه ممكن نعمل فيها اللي حضرتك بتقوله ده؟ احنا نقدر ان احنا نتخلص من الدهون الزائده في اي منطقه بيحصل فيها تراكم الدهون بسمنه موضعيه، وكذلك الحال نقدر ان احنا نزود المحتوى الدهني في اي منطقه بدانا نحس ان المحتوى الدهني نقص فيها مع الوقت ومع الزمن، زي المناطق اللي هنشرحها دلوقتي وهنقول. تمام. ازاي بنقدر ان احنا نحقن فيها. طيب انا عايزه بس اعرف يعني في مناطق معينه ما ينفعش نعمل فيها الاجراء ده؟ مظبوط، في بعض المناطق في الجسم ما ينفعش نعمل فيها سواء اجراء شفط الدهون او اجراء حقن الدهون. المناطق دي بتبقى مناطق الخطوط او مناطق التقاء الخطوط بالجلد، فالتقاء الفخذ مع منطقه البطن او التقاء الذراعين مع منطقه الشيست، فدي مناطق بنسميها التقاء خطوط. ما بنعملش فيها شفط، يفضل عدم الشفط في المناطق دي او النحت، لان ده بيعكس بصوره سلبيه على المحتوى الجلدي اللي موجود بيتاثر جدا بموضوع الشفط. كمان حقن الدهون بعض الاماكن ما فيش فيها خلايا دهنيه، ما نقدرش ان احنا نحقن فيها الدهون لان ما فيش خلايا تستقبل الدهون دي وتساعدها انها تنمو وتكبر وتتغذى. اللي هي مناطق ايه بقى؟ بعض المناطق المعينه زي منطقه الاذن، منطقه الانف، منطقه الشيست. الانف دي ليها تدخل جراحي اخر. بالظبط، ليها تدخل جراحي تاني وليها قصه كبيره. ليها قصه تانيه، ليها تجميل الانف. بالظبط. بس في ناس بتعمل تصغير للانف عن طريق الدهون.
يعني تبدأ تسيح الدهون بس اللي هي في الأنف تصغرها؟ مش تصغير، هو ممكن يبقى بيحصل ديفيجن او انحراف في الحاجز الانفي، فبيدي ديفوق او تنيات موجوده على سطح الانف. نقدر ان احنا من خلال تدخل غير جراحي زي حقن الدهون او حقن الفيلر نساوي الجلد ببعضه، فبحيث ان الانف تبان انها متساويه مع بعضها بطرق غير جراحيه، لكن ده حاجه بتبقى مؤقته ما بتساعدش على تصغير او اصلاح الحاجز الانفي لو في مشكله، فبتبقى كلها تدخلات وقتيه. طيب في البدايه قبل ما ندخل بقى في العمق بقى والتوسعه والتفاصيل، عايزه اعرف السن او العمر المحدد لاجراء نحت وتنسيق القوام. طبعا سؤال كويس جدا. احنا عندنا ابعاد معينه بنبص ليها في موضوع جراحات التجميل عموما. اولا يهمنا السلامه الصحيه قبل التدخل التجميلي او التدخل الجراحي اللي احنا هنعمله. يعني حضرتك بتعمل فحوصات لل بالظبط، ده هنوضحه برضو في خطوات العمليه وازاي تجهيزاتها بتتم، والكلام ده هنوضحه كويس جدا. لكن بخصوص النقطه اللي انت بتتكلمي عليها موضوع السن، احنا بننتظر حتى يكتمل النمو الهيكلي والهرموني للجسم. مش لازم بس النمو الهرموني بس للجسم ان هو يكتمل، كمان النمو الهيكلي علشان الجسم يبقى متناسق مع بعضه بصوره طبيعيه. غالبا السن ده بيبقى عند سن 18 سنه، هنا بيبدا الاكتمال العظمي وبيبدا الاكتمال الهرموني كويس للجسم، فبنبدا نعرف نشوف طبيعه الخلايا الدهنيه اللي موجوده، طبيعه الجسم هل هو قابل لتكوين الخلايا الدهنيه دي ولا مش قابل للتكوين، شكل الجسم هل هو جسم صغير يحتاج ان احنا نستأصل او نتخلص من الدهون في بعض المناطق علشان نظهر الجسم، او هو جسم فيه زيادات. فطبعا النمو الهيكلي والنمو الهرموني مهم جدا معانا. تمام. طيب انا دلوقتي واحده فقدت الوزن وبطني بقى كلها ترهلات والدنيا صعبه جدا، شويه كمان دهون كمان لسه برضو ما نزلتش على شويه ترهلات. تمام. وجيت لحضرتك. تمام. ايه الاجراءات اللي هنمشي بيها؟ هو طبعا احنا من الزياره الاولى مع بعض بنبدا نحدد ايه هي المشاكل اللي احنا بتضايقنا على المستوى الشخصي، بنبدا نتكلم مع الشخص او المريض، لان الغرض من الجراحه كلها هو ارضاء الشخص وارضاء المريض وليس ارضاء الجراح او الطبيب. فبنبدا نشوف ايه هي المناطق اللي مضايقاه في جسمه ونبدا نحددها ونشرح له التقنيه او طبيعه عمليات شفط الدهون. زي ما انت بتقولي في بعض الناس بتفقد اوزان كتيره جدا، زي الناس اللي بتجري اجراء جراحات المناظير وجراحات السمنه، لان هم فقدوا اوزان كبيره جدا من وزنهم. ده بيساعد على تهدل الجلد، بيبدا يحصل تهدل في الجلد، بنلاقي ان مفيش دهون بس الجلد متهدد. دول للاسف الشديد، للاسف الشديد جراحه التجميل وصفت لهم مجال مختص بيهم اللي هو ما بعد جراحات السمنه او الاستئصال او الشد الجراحي ما بعد جراحات السمنه. ما بيبقاش في بديل الا الشد الجراحي، وبيتم بصوره سيريال او صوره تتابعيه. نبدا باجزاء معينه، نبدا بالجزء العلوي بعد كده الجزء السفلي علشان نوصل للشكل المتناسق او الشكل اللي احنا عاوزينه. فالشد الجراحي مفيد جدا جدا للناس اللي فقدت اوزان كبيره ما بعد جراحات المناظير، او الناس اللي كمان فقدت اوزان كتير بالدايت وبالرياضه، بيحس انه عندهم تهدل في الجلد او زياده في الجلد. دول بنقدر نتخلص من الزيادات دي بالشد التسلسلي او السيريال ليفتنج للجسم الجزء العلوي بعد كده. في ناس بتبقى قلقانه وخايفه قوي من العمليات دي. هو طبعا احنا بنقول ان في عالم جراحه التجميل كله احنا ما بنتدخلش مع اعضاء الجسم البشري، احنا بيبقى على مستوى الجلد والطبقه الدهنيه والطبقه العضليه. بالظبط، ما بنتدخلش مع اعضاء الجسم قوي، ولكن طبعا يهمنا ان من الدرجه الاولى ما نكونش بنعاني من اي مشاكل صحيه، اي امراض مزمنه، لان السلامه الطبيه زي ما قلت لك اهم بكتير جدا من الاجراء الجراحي. يعني هو لو طالع مثلا من فقدان وزنه وتعبان صحيا وكده، حضرتك ما تقدرش تعمل له الاجراء؟ هو الفكره ان هو تعبان صحيا دوت مترجم على ارض الواقع في الفحوصات الطبيه بتاعته والتحاليل ان هو تعبان صحيا، ده مش هنلغي الاجراء الجراحي تماما. لكن لو هو على ارض الواقع والاجراءات والفحوصات الطبيه سليمه، انا بديله الراي الطبي ان مفيش اي مشكله. احنا بنمشي بالاوراق. بالظبط، اهم حاجه الاوراق. بالظبط كده، احنا بلد الاوراق طبعا. طبعا. طيب بالنسبه للشد بقى، حضرتك بتعمل ايه؟ يعني اشرح لي كده العمليه بتبقى ازاي؟ عمليه شد البطن، تتكلمي عن جزء البطن او البطن؟ اوكي، طبعا على اساس ان البطن ده طبعا يعني من اكثر المناطق المزعجه لكثير من الناس. هو طبعا لازم علشان برضو كتير من الناس تبقى الصوره واضحه قدامها، في زيارة الطبيب هنقدر نحدد احنا محتاجين ايه. هل احنا محتاجين شفط للدهون فقط مع نحت للجسم،
ولا احنا محتاجين شفط مع شد للجسم. دوت بيفرق جدا جدا في الزياره. يعني ممكن حضرتك تتخيلي شيء في الزياره تنعكس تماما او ينعكس الاوبشن اللي موجود تماما. فبدايه من الزياره اللي المريض بيزورنا بنحدد معاه الاجراء اللي هو هنعمله معاه. طيب موضوع شد البطن الجراحي او استئصال او التخلص من الترهلات، بنلاقي ان كتير من السيدات مع تكرار الحمل والرضاعه ده بيؤدي الى ضعف وترهل في عضلات جدار البطن، كمان بيؤدي الى مناطق كتير من البطن بيحصل فيها فتق مع تقدم الزمن، بيبدا اجزاء من الجهاز الهضمي تخرج من العضله الضعيفه دي تظهر تحت سطح الجلد، بتعمل مشاكل صحيه وطبيه كتير. الشد الجراحي بيتم من خلال فتحه شبيهه بجرح القيصريه بتزيد عنها شويه علشان نمتد حتى عظمتي الحوض علشان نقدر نتخلص كمان من الاجناب او منطقه الخصر ونظبط محيط الجسم. من خلال الفتحه دي بنتوصل لعضلات جدار البطن بنصلحها، بنشد عضلات جدار البطن اللي تهدلت مع الزمن ومع الحمل بنقدر ان احنا نصلحها، وكمان نتخلص من الزيادات الجلديه وينتهي بينا الحال لجرح تحت خط البطن. والجرح ده هنتكلم فيه شويه لان موضوع الجرح او السكار مزعج جدا جدا بكتير من الناس. كتير من الناس تفكر في جراحات الشد التجميليه وتشوف ان النتيجه قد ايه مبهره وقد ايه ان هو بيتخلص من كميات كبيره واجزاء كبيره من جسمه، ولكن بيقف عند السكار او العلامه والجرح ويخاف ويبدا يتراجع بدل الخطوه 10 خطوات. يقول انا هتشوه مره ثانيه. بالظبط، هو للاسف الشديد للاسف الشديد المصطلح ده خطا عند كتير من الناس. احنا في عالم جراحه التجميل وبالتقنيات الحديثه قدرنا ان احنا نشتغل كويس جدا على السكار او شكل الجرح. علشان نوصل بشكل جرح متناسق ما فيهوش اي انحرافات او انعرجات، كمان باستخدام خيوط معينه من تحت الجلد، ما عدناش بنستعمل الخيوط اللي هي بتبقى فوق سطح الجلد اللي بنحتاج ان احنا نقصها او الكلام ده ما عادش موجود عندنا. كمان الطرق الوقائيه او البروتكتيف ميثود ان احنا نعالج بيها السكار دي ان احنا بنتبع الطرق الوقائيه مباشره بعد التئام الجرح، بنبدا نستعمل زي السيليكون شيتس لزقات السيليكون، وكمان بنستعمل زي جلسات الليزر زي الفراكشنال ليزر ان احنا. طب يبقى بعد العمليه بقد ايه؟ بعد العمليه التئام الجرح مباشره بنخش على ستيب 2 السكار او العلامه ازاي نتعاملها. الجرح عاده بيلتئم من اسبوع ل 10 ايام ده في الصوره الطبيعيه، بيلتئم الجرح بصوره طبيعيه. يعني الدكتور بيفضل مع المريض لحد ما يظبط له المنطقه خالص؟ هو طبعا المريض بيبقى ملازم لينا يعني فترات طويله، مش حتى بعد الجراحه دي، لان بالظبط في المتابعات. وكمان ان زي ما انا قلت لك في البدايه ان جراحات التجميل بتتم بصوره تسلسليه او سيريال، ما بتتمش مره واحده. يعني ما ينفعش ان احنا نشد اجزاء الجسم كلها مره واحده او ان احنا نشفط اجزاء الجسم كلها مره واحده. فبالتالي المريض بيتابع معانا علشان نحدد له مواعيد الجراحات او مواعيد التايم بتاع الجراحه ان هو يقدر يعملها امتى بعد كده. ما ينفعش اصلا لحضرتك تعمل شفط دهون للجسم كله؟ ما ينفعش، لا طبعا دي هيبقى صعب قوي والجسم ما يقدرش اصلا يستوعب ده. بالظبط، طبعا دي فيتال ميستيك كبيره جدا. لان احنا كده بنقاوم عوامل الجسم الفسيولوجيه. الدهون هي مخازن ومصانع، او الخلايا الدهنيه هي مخازن ومصانع لكتير من البروتينات وكتير من الانزيمز وكتير من الفيتامينز وكتير من المينرالز الاساسيه في الجسم. لما احنا نستأصل المصانع والمخازن بالصوره القويه او الصوره العنيفه دي، في الحاله دي الجسم بيتاثر صحيا وما بنستفادش كمان من نتيجة العملية. لأن نقص البروتينات في الدم ونقص المينرالز والفيتامينز الأساسية ولا هتؤدي لالتئام جروح ولا هتؤدي للتخلص من التورمات العنيفة اللي في الجسم، ومش هنحصل على النتيجة اللي احنا عاوزينها. بالظبط كده. طيب أنا دلوقتي عايزة حضرتك تكلمني عن تزويد منطقة معينة من الجسم. تمام. أو تصغير منطقة معينة من الجسم. تمام. وليكن مثلا الوسط. تمام. الوسط بالمؤخرة. تمام. المنطقة دي يعني عند أغلب السيدات ما بتبقاش متظبطة قوي، أو في ناس بتبقى عايزة كيرفي معين. تمام. أو صورة معينة، أجيب لك الصورة كده دكتور أنا عايزة زي كده. تمام. اشرح لي بقى العملية دي ممكن نعملها ازاي. أوكي، هو طبعا معايير الجمال اختلفت من زمان لدلوقتي. كان زمان بنشوف إن البنت الفيت سليم رفيعة هي دي البنت اللي عندها كل مظاهر الجمال، وهي دي البنت الموديل، وهي دي البنت اللي كله بيطمح ان هو يوصل لها. معايير الجمال اتغيرت تماما. بقينا دلوقتي في عصر كيم كارديشيان، وبقينا في عصر الكيرفي لوك، بقينا في عصور مختلفة تماما. ده ادى الى تطور جراحه التجميل، لان احنا بنتطور طبقا لتطور واحتياجات المجتمع. اكيد. كمان
ساعدنا ان احنا نتطور في الطرق والاساليب الحديثه اللي بقينا بنوصل لها، والصور اللي بقينا بنوصل لها بيفور اند افتر، والريزلت الجميله جدا اللي بقينا بنوصل لها. ده نتيجه الطفره الرهيبه اللي حصلت في تكنولوجيا جراحات التجميل. معانا مداخله هاتفيه. اتفضل. استاذه فاطمه. الو استاذه فاطمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت، انا وزني 85، عندي 20 سنه وعايزه امشي على نظام معين، يعني قالت الدكتور يعني يقول على نظام معين امشي عليه، عايزه اخس يعني. هي عايزه نظام معين. اوكي، هو برضو عاوزين نوضح للناس الفرق ما بين ما بين جراحات السمنه وجراحات التجميل والتنسيق. وبالظبط كده. واحنا طبعا يا ست الكل نقدر نتابع مع حد مختص في التغذيه العلاجيه يحط لنا برنامج. انا بطلب من المريض بتاعي لو هو اوفر ويت او وزنه زياده شويه ان هو يتابع مع حد تغذيه علاجيه مختص في الموضوع، ينزل من الوزن للدرجه اللي احنا هنقدر نستفاد او الجسم يستفاد منها، وبعد كده بيعاود او يباشر. التطشات الاخيره بقى ممكن حضرتك تظبطها. بالظبط، هي عمليه برضو علشان نوضح للناس، هي ليست عمليه للتخسيس. يعني كتير من الناس يقول لك انا عاوز اعمل شفط دهون عشان اخس، هي مش عمليه للتخسيس، هي عمليه لتنسيق القوام. بالظبط. واعاده توزيع الدهون بصوره تجميليه في الجسم. كتير من الناس تعمل اجراء شفط الدهون وبعد العمليه يجي يوزن نفسه على الميزان يلاقي ان هو ما نزلش من وزنه الا كيلو او 2 كيلو، وهو عكس اللي هو كان متوقع وعكس اللي كان بيحلم بيه. طب هنا بنقول ان العمليه ليست عمليه للتخسيس يا جماعه، هي عمليه ريشيبنج او اعاده تنسيق قوام الجسم. فهنا مفهوم مغلوط جدا عند كتير ده عايز من حاجتين، يا واحد نقص في الوزن وعنده ترهلات وشويه دهون كده بسيطه جدا، يعني 5 كيلو و 2 كيلو مظبوط، او حتى يعني الاحجام الاكبر مفيش مشكله نقدر نتعامل معاها. بس هي حابه ان هي تكون كيرف، يعني هي حابه وزنها كده مش عايزه تقلل، او البنات البنويت او الستات اللي عايزه تظبط بس منطقه. احنا مش بنتخلص من الدهون دي او بنرميها زي ما كتير من الناس بتعتقد، فاتس جولد، يعني الدهون دي هي الذهب، بنظبطها بس. بالظبط، بنعمل ريشيبنج او اعاده توزيعها زي ما انت اتكلمتي في نقطه نحت منطقه الخصر وحقن الدهون في منطقه المؤخره لاستدارتها وتكبيرها واعاده استدارتها بالصوره الطبيعيه تاني. مع الزمن ومع تقدم العمر، وكمان للاسف الشديد ما بقاش مع تقدم العمر فقط، مع العادات الغذائيه الغير مظبوطه ومع الاستريس النفسي والضغوطات في العمل، بدا نلاقي ان حتى الشباب وحتى الاعمار الصغيره عندهم مشاكل في تهدر الجلد ومشاكل في كتير من مناطق الجسم. فما بقاش بس الموضوع مع تقدم الزمن، فبنقول ان احنا نقدر ان احنا نظبط محيط الخصر باستخدام تقنيه حديثه زي جهاز الفيزر. جهاز الفيزر هو طفره في عالم جراحه التجميل. جهاز الفيزر بيشتغل بتقنيه الاشعاع الحراري. الاشعاع الحراري ان هو بيرسل موجات او ذبذبات من الاشعاع الحراري تحت سطح الجلد. ده غير جراحي؟ ده كل ده غير جراحي، كل ده بيتم من خلال فتحات صغيره جدا بتمشي مع خطوط وتنايات الجسم، ما بتبانش، ما بتظهرش، ما بتبقاش مزعجه لينا. من خلال الفتحات الصغيره دي بنقدر ان احنا نتوصل للدهون اللي موجوده تحت الجلد، وكمان بجهاز زي جهاز الفيزر نتوصل للدهون السطحيه. ده ادانا منفعتين، ان احنا نقدر نتخلص من الدهون ونشد الجلد. فجهاز الفيزر عمل طفره كبيره جدا في موضوع نحت القوام. طيب الدهون المستخلصه دي مش هنقدر نرميها، لازم نستفاد بيها. في بعض المناطق التانية زي ما اتكلمنا منطقة المؤخرة مع الزمن بيحصل فيها تهدل في منطقة الجلد ونقصان في المحتوى الدهني، وبيحصل فيها انها بتبقى غير مكتملة الاستدارة، بيحصل ان شوية مشاكل او حاجات بتبدأ تزعجنا على المستوى الشخصي. معنا مداخلة هاتفية. اتفضل. استاذة اسماء. السلام عليكم. الو، عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت ممكن اسأل الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا وزني 112 كيلو. كويس. وجسمي هو فوق يعني كويس يعني، بس المشكله ان هي من مشكله الوسط تحت يعني هو اللي مليان. كويس. ينفع ان انا اعمل جراحه؟ قبل كده دكتور يعني قال لي اعمل جلسات. تمام. افضل الجلسات ولا الجراحه؟ طبعا هو موضوع الجلسات او الكافيتيشن او جلسات. في اي سؤال يا اسماء؟ في استفسار تاني هنجاوبك على الاستفسار بتاعك. شكرا يا اسماء. طبعا جلسات الكافيتيشن والكلام ده كله اللي احنا بنسمع عنها هي بتفيد في درجات قليله جدا من تهدر الجلد. ما نقدرش نقول ان الناس اللي عندها يعني استاذه اسماء لو هي عندها ترهل في منطقه البطن السفليه، الترهل ده مش هينفع معاه الا ما
موضوع شفط الدهون او اجراء شفط الدهون، لان الجلسات دي بتتم للناس اللي عندها ترهل بسيط او ترهل طفيف، اماكن في الجسم فيها تنيات او تعريج دي نقدر ان احنا نشدها من خلال الجلسات. معانا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. اهلا ياسمين، اتفضلي. ازيك حضرتك؟ الو. اسماء. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا اسماء. ممكن اكلم الدكتور؟ اه دكتور معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا استاذه اسماء، اهلا بيكي. اسال سؤال. اتفضلي. انا وزني 75 كيلو وطولي 150، لو تحتوي الوزن ده 150. ماشي، الوزن 75 وطولها 150. تمام، الاستفسار عن ايه بالظبط بقى؟ الاستفسار على ان يعني الوزن ده مناسب على الطول ده، ولا ممكن اخس شويه علشان يبقى مناسب على طول؟ كويس جدا، سؤال كويس وهنوضحه. شكرا يا اسماء. البادي ماس اندكس او معامل الجسم، معامل الكتله بتاعه الجسم دي بنحسبها ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول علشان تطلع لنا نتيجه، النتيجه دي هي اللي من خلالها بنقدر ان احنا نعرف ان احنا في الوزن المثالي او الوزن الغير مثالي، او ان احنا اوفر ويت بنسبه قد ايه. النورمال رينج او الرقم الطبيعي ان لما كل شخص يقسم وزنه على مربع طوله يطلع من 20 ل 25، ده بنسميه في النورمال رينج، النورمال الطبيعي، الوزن الطبيعي. طيب لو هو اكتر من 25، من 25 ل 30 بنبدا درجه بسيطه جدا من درجات السمنه الموضعيه. تمام. طيب لو هو 30 لحد 35 بتبقى درجه عنيفه شويه من السمنه الموضعيه، فيما فوق ال 40 فده بنسميه سمنه كليه. فكل شخص الوزن اللي هي اتكلمتنا عنه ده وزن كويس جدا ومثالي جدا وايديال لجراحات تنسيق القوام، لا هي اوفر ويت ولا هي تحت الوزن المطلوب، فتقدر انها تستفاد كويس جدا من الجراحات بتاعتها. اتصال هاتفي. هبه. الو. الو يا هبه. ايوه ام حضرتك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي يا استاذه هبه. تمام حضرتك، انا وزني 95 كويس وطولي 165 ومفيش اي دايت خالص جاي معايا. تمام. هو طبعا احنا زي ما احنا اتكلمنا من شويه عن هي دي السمنه الموضعيه اللي احنا اتكلمنا عليها، ان الشخص مهما بيعمل دايت او بيعمل رياضه النت ريزلت بتاعته ان هو ما بيفقدش اجزاء كتير في الجسم، بيلاقي منطقه البطن السفليه مزعجه، بيلاقي منطقه الكتفين مزعجه. طب هل ده هيقدر يتخلص منهم بالطرق التقليديه زي الدايت؟ في ناس فعلا مهما عملت دايت ما بتخسش خالص. بالزبط. ولا بالظبط، هي دي السمنه الموضعيه او هي دي الناس اللي تقدر تستفاد. طبعا استاذه هبه تقدر تستفاد كويس جدا لان هي بتعاني من مشكله السمنه الموضعيه، لو هي مشيت على برنامج غذائي ورياضي كويس وما قدرتش انها تفقد اماكن معينه في جسمها تقدر تستفاد معانا كويس جدا من اجراء شفط الدهون. بس هي لو عايزه يعني هي عايزه برضو تظبط جسمها كله كويس. هي كلمه كله في عالم جراحه التجميل دي صعبة. مش موجوده. صعبة. بالظبط. بتتم سيريالي او تدريجيه. نقدر ان احنا نمسك المنطقه اللي هي مثلا مضايقاها قوي. بالظبط، احنا في جراحه التجميل بنقسم الجسم لجزء علوي وجزء سفلي، بنشوف ان الشخص لو عمل الجزء العلوي اولا هيستفاد بنسبه قد ايه، لو بنشوف ان احنا لو عملنا الجزء السفلي هيستفاد بنسبه قد ايه، نشوف اكتر المناطق المزعجه له، بنبدا ناخد الموضوع سيريال تدريجي، لان زي ما قلت لك ان الموضوع الصحه الطبيه والسلامه الطبيه اهم بكتير جدا من الاجراء الجراحي. تمام، انا عايزه بس ارجع لنحت القوام الوسط والخصر. تمام. عايزه اسال عن حاجه غير الفيزر. تمام. هل في حاجه غير الفيزر؟ هو تقنيه الفيزر هي تقنيه مساعده. تمام، ولكن هي مش تقنيه اساسيه في جراحات شفط الدهون. يعني ممكن ان احنا نعمل اجراء شفط الدهون من غير جهاز الفيزر خالص، من غير اي باور اسيستد تماما. تمام. ده هياخد وقت اطول. مش هنقدر نشد الجلد بالدرجه اللي انا قلت لك عليها في بدايه الحلقه. تايب او السكين تايب او نوعيه الجلد لو هو بيتهدل بسهوله هيتهدل مننا. التعافي من السيرجري او التعافي من العمليه والكدمات والزرقان بيبقى اطول. هو جهاز مساعد، ما بنقولش ان هو جهاز اساسي من الدرجه الاولى، ولكن هو جهاز مساعد وعمل طفره كبيره جدا في الموضوع. هبه. الو. الو. ايوه يا هبه، كملي كملي سؤالك، عايزه تسالي حاجه تانية؟ ايوه يا فندم. بصي حضرتك، المفروض ان انا اساسا لسه فاتحه دلوقتي وانا بتكلم معاكي. اتفضلي، سؤالك ايه؟
ان انا ما عرفتش حضرتك الدكتور قال لي ايه يعني اعمل ايه، ما فيش نظام غذائي وما فيش اي حاجه، عملت استاذه اي هبه، حاجه وبعدين احنا اتكلمنا وقلنا ان دي سمنه موضعيه، ان في كتير من الناس مهما تعمل دايت ومهما تعمل رياضه ما بتفقدش اجزاء واماكن معينه في الجسم، دي اللي بيصلح ليها اجراء شفط الدهون، وهي مش عمليه، بتتم من خلال فتحات بسيطه نخلصك من الزيادات او المشاكل المزعجه اللي فيها متراكمه فيها الدهون، من خلال اجراء شفط الدهون تستفادي بيه كويس جدا. يعني تقدري تعملي سمنه موضعيه، تشوفي مثلا المكان. شفت الكلام ده ما ينفعش اي رجيم دايت عادي. انت حضرتك الرجيم بدايه قلتي سؤالك بيجي ان انت معاكي. قلتي مهما عملنا رجيم وعملنا ما فقدتش الاماكن دي، هي دي السمنه الموضعيه او موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم عليها. انا قصدي كله الجسم كله مليان. الجسم كله مليان، بنعمل برنامج غذائي مع مختصين التغذيه العلاجيه زي ما حضرتك بتتابعيهم، وبعد كده لو في اماكن وزيادات في الجسم نقدر نتخلص منها باجراء شفط الدهون. شكرا يا هبه. هي ممكن تكون عامله دايت مع نفسها. تمام. اللي هو لا، برضو احنا في الموضوع دوت اصل الدايت مع نفسي ده برضو متعب جدا. بالظبط. كمان الموضوع مش دايت بيساوي اكل على فكره يا جماعه، علشان برضو ايه الناس تبقى ايه واخدينها حرمان. بالظبط. لا، كلمه دايت بتساوي اكل، ما بتساويش حرمان من الاكل. لازم جرعات من المواد الغذائيه الاساسيه ناخدها يوميا بصوره يوميه، دوت مش هيزود جسمنا زي ما كتير من الناس بتعتقد، لا ده هيحفز خلايا الحرق في الجسم، ده ميكانيزم وصوره معينه هيقدر يوصلك ليها مختصين التغذيه العلاجيه، مهم جدا. مهم جدا ان احنا نتابع مع مختصين التغذيه العلاجيه، بناخد ادويه معينه، بنحرق بصوره معينه، بنعمل برنامج غذائي ورياضي بصوره معينه، فمهم جدا يبقى في برنامج غذائي ورياضي صريح مع حد مختص. نرجع بقى للحقن الدهون. تمام. عايزين بقى ايه؟ معانا مداخله هاتفيه. عصام، الو. الو يا عصام. الو. الو يا عصام، اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. خططة. دلوقتي انا عايزه انقص الوسط وازود ايه تحت شويه. تمام. حضرتك قلت هنعمل شفط لمنطقة الدهون اللي حوالين الوسط، وبعد كده هنستفاد من الدهون دي ونحقنها. تمام. قولي بقى الطرق كلها، وايه الأحلى وايه اللي ممكن ما يسيبش آثار. هو الموضوع كله ما فيهوش جراحة، فما فيش آثار جراحية هنقدر ان احنا نخاف منها. تمام. تمام. ولكن في بعض الناس بتحب ان هي تعمل حاجة مثلا تبقى شكلها طبيعي شوية، يبقى شكلها مصطنع، لان عوامل نجاح عمليات التجميل بنقيسه من خلال النتيجه اللي احنا بنوصل لها، وان كمان النتيجه دي ما تبقاش ملحوظه، يعني مش شخص يشوفك يقول لك ايه ده انت عملتي حاجه، في حاجه متغيره. فهو ده معيار ومقياس النجاح عندنا، ان انت تعملي العمليه من غير ما حد يحس ان انت في فرق او في حاجه. الدنيا طبيعيه. بالظبط. في طبعا طموحات وامال عند ناس كتير ان هي تعمل حاجه اوفر شويه، ده برده موجود، ما فيش فيه مشكله. ولكن احنا بنقدم النصيحه او الراي ان احنا لما نعمل حاجه الموست سيمبل بتبقى كويسه جدا، ان احنا ننحت منطقه الخصر. في كذا طريقه لنحت منطقه الخصر. شفط الدهون بالطرق التقليديه العاديه اللي هي الطرق المستخدمه زمان، احنا كنا بنحقن مذيبات الدهون، مذيبات الدهون دي بننتظر عليها فتره وبعد كده نبدا نشفط الدهون دي، فدي كانت طرق كلاسيكيه. دي بتاخد وقت. دي بتاخد وقت اطول في الاجراء الجراحي، فتره التعافي بتبقى اكتر، كمان زي ما قلت لك على حسب السكين تايب او نوع الجلد هيتهدل او مش هيتهدل. طيب ايه الاحدث شويه او ايه الطريقه الاحدث شويه؟ استخدام تقنيه الفيزر. طب الفيزر ده بيعمل ايه؟ الناس ممكن تفتكر ان هو جهاز بيشفط دهون. تمام. لا، الفيزر دوت يا جماعه هو عباره عن بروب او كانولا بسيطه جدا تخش من تحت سطح الجلد. الكانولا دي بتطلع اشعاع او بيمز بصوره معينه من طرف الكانولا، بتبدا الاشعاعات دي تطلع تنتشر وتتوغل تحت سطح الجلد، وتقدر انها تتخلص من الزيادات الدهنيه او المناطق الدهون المتراكمه تحت الجلد مباشره، وده بيساعد على شد الجلد. هل في طرق تانية؟ في طرق تانية، في تقنيه زي جهاز البادي جيت. معانا مداخله هاتفيه. اتفضل. آية. ألو يا آية. ألو. الخط قطع. معانا أسماء. ألو يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت عايز أنا 180 وتقولي 100
120 120 فعايزه يعني مش عارفه اخف. هو الوزن اعتقد هو ال 120. الوزن المفروض 120 والطول 150 صح؟ الطول 150. اسماء عارفه المفروض العكس، انت طولك كام؟ الشبكه عندك وحشه طبعا. وات ايفر طبعا استاذه اسماء، ان يعني اكيد هو الطول 150 والوزن 120، فاحنا كده في اوفر ويت. بالظبط، بنعاني من مشكله السمنه العامه او الاوفر ويت. هل ده له حلول؟ طبعا له حلول، ان احنا نزور المختصين في جراحات السمنه. جراحات السمنه مختلفه عن جراحات التجميل، زي جراحات المناظير وتحويل المسار وتكميم المعده. بالظبط كده، دي بنزور المختص في موضوع جراحات السمنه وبنلاقي عنده الحل المناسب لينا. تمام. محمد، الو يا محمد. محمد عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ايوه معاكي. انا كان وزني 88 كيلو وفجاه كده خسيت 10 كيلو. طولك كام؟ من غير ضعيف ومن غير جراحات ولا اي حاجه، ده كم بالظبط؟ انت طولك كام؟ الطول. طب هو ايه اللي مضايقه بعد ما فقد الوزن؟ 180؟ 165. طيب ايه اللي مضايقك بقى؟ بقول لك الطول 165، كان وزني 88 كيلو. تمام. يعني فقدت وزن زياده فحاسس ان في تهدل مثلا في الجلد، او حاسس ان في مناطق في الجلد فيها زيادات وكده، ولا ايه المشكله؟ ايه المشكله عندك يعني؟ لا انا بس خايف ان المشكله بتاعتي تكون ايه، يعني ان انا خسيت 10 كيلو في 4 شهور. ما هي دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة يا أستاذ محمد. هو خايف يكون عنده مشكلة يعني. مش تقصد إن احنا نخاف من المشاكل الطبية أو المشاكل الصحية. طبعا مفيش مشكلة إن احنا نعمل كومبليت تشيك أب على نفسنا من خلال زيارة المعامل المتخصصة، برضو نقدر إن احنا نعمل فحوصات شاملة للجسم، فحوصات للهرمونات بتاعة الجسم والإنزيمات ووظائف الكبد ووظائف الكلى، نعمل تشيك أب كامل على الجسم، ده شيء مفيش منه مشكلة. ولكن فقدان الوزن ما بيساويش إن احنا عندنا مرض، يعني ممكن يبقى فقدان وزن حرق بصورة طبيعية جدا. ممكن أنت نشاطك زاد مثلا أو أكلك قل أو أي. بالظبط، الوزن بتخش فيه عوامل كتير يا نسرين، بتخش فيه عوامل البيئة، عوامل الطقس، الحالة المودية، الحالة الغذائية، عوامل كتير قوي بتأثر على موضوع الوزن يعني. نرجع بقى لكلامنا للأساليب، خلصنا الفيزر. تمام. شوف بقى، انا عايزه حضرتك تكلمني عن في اجهزه الكافيتيشن والحاجات اللي هي الموضعيه اللي هي بتاخد مثلا ايه، عايز 10 جلسات، عايز 5 جلسات. عايزك حضرتك تكلمني بقى عن الحاجات دي ومدى تاثيرها. زي ما قلت لك ان الحاجات دي او التدخلات الغير جراحيه او التدخلات اللي ما بيبقاش فيها اي اجراءات تخلص من الدهون دي بتنفع مع، للامانه يعني، مع درجات قليله جدا من التهدل او الزيادات في محيط الجلد او الدهون. ما بنقولش ان الناس اللي عندها تهدل او ترهل في منطقه البطن السفليه او منطقه الجنبين ان احنا نقدر نتخلص بجلسات الكافيتيشن وجلسات الحقن والكلام ده يعني. على حسب درجه الجلد عندك. بالظبط، على حسب درجه التهدل الموجوده وكميه الدهون. يعني ما بنوصلش للنتيجه المرضيه لينا قوي مع جلسات الكافيتيشن والحقن. هي بتعمل ايه اصلا الجلسات دي؟ الجلسات دي بتساعد على تفتيت واذابه الدهون تحت الجلد من خلال برضو تقنيات برضو زي المساج الحراري، والحاجات دي كلها بتساعد ان الدهون او الطبقه الدهنيه اللي موجوده تحت بتتفتت شويه. بس دوت زي ما قلت لك ما بيساعدش على شد الجلد، ما بيقدرش ان هو يتخلص من كميات كبيره من الدهون ممكن الجسم يتقبلها وممكن ما يتقبلهاش. يعني كتير من الناس ممكن تعمل جلسات الكافيتيشن وتقول لك انا ما استفدتش، فده درجه تقبل الجسم ليها. لكن كحل جذري للموضوع ان احنا ننهي الموضوع جذريا في اسرع وقت. بالظبط، اجراء شفط الدهون او التخلص من الدهون الزائده. طيب انا عايزه اسال حضرتك عن الصدر. شد الصدر ورفعه ممكن حضرتك تعمل فيه ايه؟ الثدي طبعا ده مظهر جمالي مباشر للانثى. بالظبط، التعامل معاه هو عالم السنتيمتر. كل سنتيمتر بيفرق معانا جدا في موضوع الثدي. الاول احنا عندنا نقط واضحه وصريحه على القفص الصدري، نقدر نقيس ابعاد الثدي على الناحيتين وتناسقه مع بعضه مقارنه بنقطه اعلى عظمه القص او نقطه في منتصف عظمه الترقوع. من خلال النقطه اللي احنا بنرسمها دي نقدر نشوف ابعاد الصدر الطبيعيه، هل في درجه تهدل،
لان درجات التهدل في الثدي مختلفه ومتعدده. يعني له مقاييس معينه. له مقاييس ومعايير معينه. المفروض ان الوزن الطبيعي بتاع الثدي بيتراوح من 150 او من 100 ل 150 جرام. زاد عن الوزن دوت بنخش في مشكله اسمها تضخم الثدي. تضخم الثدي ده بيبقى فيه منه درجات، في تضخم اولي، في تضخم ثانوي ما بعد الحمل والرضاعه، بيبقى له درجات. طيب كل تضخم في الثدي بيصاحبه تهدل في الثدي، تهدل في منطقه الحلمه والهاله. ولكن مش كل تهدل في منطقه الحلمه والهاله بيصاحبه تضخم في الثدي. ده سؤالك اللي انت سالتيه بخصوص شد الثدي او رفع الثدي. هل احنا هنحتاج مع كل مريض ان احنا بنعمل له رفع للثدي ان احنا نعمل تصغير للثدي، ولا ممكن نعمل له رفع فقط للثدي دوت بناء على المقاييس والمعايير اللي انا بقول لك عليها دلوقتي، اللي هو وزن الثدي، كمان التهدل في منطقه الحلمه والهاله له ابعاد وله جريدس وله درجات. احنا بنرسم خط وهمي اسفل ثانيه الثدي ونبدا نقيس وضع منطقه الحلمه والهاله مقارنه بالخط ده. الطبيعي انها بتبقى موجوده فوق الخط دوت. لو هي موجوده على الخط دوت تمام، بتبدا درجه من درجات التهدل. طب لو موجوده تحت الخط دوت، دي كده احنا في مشكله تهدل الثدي. بنلاقي الكور او الثدي كله متهدل تحت الخط اسفل ثانيه الثدي. ده من الفحص الاكلينيكي نقدر نشوف هل هو محتاج رفع للثدي فقط او ان احنا محتاجين رفع مع تصغير للثدي. تمام. وفي يعني طب صغير الثدي ده انت بتعمله ازاي بقى؟ بنفس الطريقه اللي احنا بنتخلص بيها من الدهون؟ لا طبعا، اجراء الثدي او اجراء التخلص من الثدي المتضخم ده اجراء مختلف تماما، واجراء جراحي من خلال جرح فتحات اسفل ثانيه الثدي وفتحات طوليه عرضيه، نقدر ان احنا نتخلص من الزيادات اللي موجوده دي، بيبقى اجراء جراحي عكس شفط الدهون. شفط الدهون هو اجراء غير جراحي. غير جراحي بالظبط، لكن الثدي بيبقى اجراء جراحي. صعب جدا التدخلات الغير جراحيه في الثدي، ضعيفه جدا وقليله جدا معانا، مش هتدي النتيجه المطلوبه بالظبط. ولكن للامانه السكارز او علامات الثدي هي من افضل السكارز اللي شفناها في مجال جراحه التجميل على الاطلاق. افضل سكار او افضل علامه هي علامه تجميل الثدي، سواء التصغير او التكبير. التصغير طبعا، التكبير بيتم طبعا من خلال فتحه صغيره جدا لا تتعدى 3 سم، بنقدر ان احنا ندخل من خلالها حشوات السيليكون. لكن السكارز هنا مش مزعجه. كمان موضوع الثدي ده حيوي شويه وحساس شويه، لان احنا في جراحه التجميل بنبص له من 3 محاور: الحاله الصحيه والحاله النفسيه والحاله التجميليه. وانا قلتهم بترتيب الاهميه للامانه. الحاله الصحيه، كتير من السيدات اللي بتعاني من زياده في وزن الثدي بيصاحبها الام في منطقه الرقبه، وزن وحمل زايد على الجسم بيعيق حياتها الفسيولوجيه الطبيعيه، بيعيق حياتها اليوميه. فبيبقى الموضوع مش اجراء تجميلي فقط، بيبقى الموضوع هنا كمان اجراء اصلاحي لابد منه. لان فعلا انا شفت شكاوات من مرضى وصلوا لمراحل ان هو بيقول يا دكتور انا ما بقتش قادره ان انا استحمل منطقه الثديين تماما. الوزن بيزيد بصوره متراكمه مع تقدم العمر، ممكن التنفس كمان يعيق بالظبط كده، وكمان بيعيق اللبس بقى وكده، اللبس وكمان العوامل الفسيولوجيه الطبيعيه بتاعه الجسم ما بتشتغلش بالصوره الطبيعيه نتيجه زياده الوزن الشديد دوت في الثدي. طيب معانا مداخله هاتفيه. محمد، الو محمد، محمد الو، الخط فاصل. في الرجاله زعلانين مننا، زعلانين النهارده احنا كل كلامنا على الستات. هنتكلم برضو على الرجاله ومشاكل التثدي وموضوع نحت البطن والكلام ده برضو، ايه علشان ما يزعلوش مننا. طب انا عايزه بس اسال سؤال، بس السيليكون اتفضلي، ليه اضرار؟ موضوع السيليكون هنا عشان في ناس كتير قوي بتخاف منه. تمام تمام. السيليكون هنا حقيقه حشوات السيليكون كان في منها كذا اصدار. اصدار دوت تطور مع الزمن طبقا للمحتوى بتاع الامبلانت او الحشوه والغلاف الخارجي. كنا زمان بنستعمل الحشوات السائله او المحتوى بتاعها بيبقى سائل. تقدم العلم شويه واصدرنا اصدار تاني بقى المحتوى جزء صلب شويه، بعد كده جزء سيمي سوليد او شبه صلب، الى ان انتهى بنا الحال للجيل فورم او المحتوى بيبقى جيل او الملمس بتاعه جيل فورم شويه. ده كمان انعكس على الانفولوب او المحيط الخارجي للامبلانت. هل ليه مخاطر بقى الاصدار الاخير؟ الاصدار الاخير مفيش اي بيبر او اي دوكيمنت واضحه على مستوى العالم بتؤكد او تجزم اي علاقه لحشوات السيليكون بامراض السرطانيه او الامراض الصحيه للثدي.
مفيش اي علاقه ما بين، بنؤكد على المعلومه دي برضو علشان نوعي ونزود من ثقافه الناس، ان مفيش علاقه ما بين حشوات السيليكون يا جماعه وسرطانات الثدي وامراض الثدي، لان احنا نقدر ان احنا بنستعمل المواد دي في حاجات تانية في الجسم زي الشرايح والمسامير والحاجات الخارجيه اللي احنا بنستعملها في جراحات العظام والجراحه العامه والكلام ده كله، فدي كلها مواد الجسم ما بيتفاعلش معاها، مفيش منها اي ضرر، مفيش منها اي خطوره. كمان نقدر ان احنا نتابع الحشوه دي بصوره منتظمه من خلال بعض الفحوصات. الحشوات دي مش بيحصل لها تنيات او يعني تكدس؟ ده اللي انا كنت بكلمك فيه، ان هو حولنا من الكونتينز او المحتوى بتاعها من الصوره السائله اللي ممكن تتاثر بالضغوطات الى السيمي سوليد او الصوره الصلبه اللي برضو كانت بتاثر بالضغوطات، لحد ما وصلنا للجيل فورم اللي هو حاجه ماليبل فليكسبل، انها تقدر تتحمل الضغوطات وتتحمل كل شيء. ما لقيناش منها اي مشاكل، ما بيحصلش ليكج او تسريب من الامبلانت دوت زي ما الناس كتير من الناس بتعتقد، لان هو جيل فورم او حاجه شبه صلبه شويه بتقفل على نفسها بصوره ان هي ما يحصلش تسريب. متماسكه خلاص. بالظبط كده. بالظبط. معانا اتصال، مدام صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ الدكتور مع حضرتك. اتفضلي يا استاذه صفاء. لو سمحت يا دكتور، انا كنت وزني 154 كيلو، عملت دايت، وزني دلوقتي 117، بقالي شهرين بالظبط ثابته على الميزان، بس جسمي بينزل. رائع جدا. يعني هدومي باين على اللبس وعلى جسمي. لكن يا دكتور جسمي وبطني تهولات جامده قوي، النزله اتزلزلت جامد، ودراعاتي من فوق برضك نفس الكلام. كويس. ووشي غمق قوي يا دكتور، وعندي هالات سودا. انا فرحانه بالرجيم والخسانه انا خسيته، بس مش عارفه، عايز اعرف بس سبب السقوط الميزان ايه. حاضر. اشمعنى لما ثبت على الميزان وجسمي باين عليه ان انا خسيت، يعني مش فاهمه الحكايه دي ايه. وعايزك بس تقولي حاجه على الترهلات بتاعت بطني، الترهلات جامده قوي، دبلت على تحت ودراعاتي من فوق. حاضر. انا الاثنين. ولو في وصفه لتفتيح البشره للهالات السوداء غيرت تقولي حضرتك، معلش. حاضر. انا الاثنين. اوكي. عايز استفسار تاني؟ بالنسبه طبعا للاستاذ صفاء، هي واضح انها بتستفاد كويس من موضوع الرجيم والدايت وفقدان الوزن، فاحنا هناخد الموضوع معاها خطوه خطوه. تمام. نخلينا دلوقتي في موضوع فقدان الوزن، نوصل للوزن المثالي دون النظر باي شكل من الاشكال لتهدل الجلد او عدم نضاره البشره وعدم نضاره وشباب البشره تاثر والكلام ده كله، مش هنبص للكلام ده دلوقتي. ركزي في الدايت دلوقتي. خلينا نركز، لان هي دي المشكله الاساسيه وهي دي الاصعب. ان احنا نفقد ونتخلص من الوزن الزايد دوت بالطرق بقى اللي حضرتك بتتبعيها، ركزي فيها كويس جدا. بعد ما نفقد الوزن ده كل اللي حضرتك بتتكلمي فيه، سواء تهدل في الجلد، سواء نضاره وشباب الوجه، كل الكلام ده له حلول، وحلول كويسه جدا هتستفادي منها كويس وهتفرق معاكي في شكل جسمك. معانا محمود. الو يا محمود. عامله ايه يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الو. ايوه. عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. اتفضلي الدكتور معاكي. الو. اتفضلي، انا مع حضرتك، اتفضلي. انا الدكتور، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. هو الاسم ايه بس معلش؟ الخط فصل. واضح محمود بيهزر معانا. هو محمود او مش عارفه يعني. هو بيتصل بيهزر معانا شويه. تقريبا. طيب عايزه بقى ندخل في الشباب بقى. تمام. الشباب بقى بيبقى عندهم طبعا المنطقه، بدل ما يقعدوا يروحوا الجيم ويتعبوا والبروتين والكلام ده كله. تمام. عايزين تقنيه. تمام. الفردي على طول بقى كده، وقول لنا الوقت قد ايه في العمليه وكل شيء. برضو عشان ما يعني ما نزعلش الرجاله مننا، طبعا جراحه التجميل اختصت الرجال بعمليات كويسه جدا وعمليات مفيده جدا تقدر انها تخلصهم من مشاكلهم. انا شايف ان المشكله الاولى او الاساسيه اللي بتجيلي في العياده من الدرجه الاولى عند الرجال هي مشكله التسدي. التسدي هو امر مزعج لكثير من الناس. كثير منهم بيفتكر ان هو سبب حاجه مرضيه او سببه حاجه عضويه او سببه لا قدر الله مرض خطير او الكلام ده كله. طبعا احنا بنقول ان موضوع التسدي هو صوره من صور السمنه الموضعيه، مش اكتر ولا اقل. برضو زي ما اي منطقه في الجسم بيتراكم فيها الدهون، الثدي او عند الرجال من المناطق اللي بيتراكم فيها الدهون. طيب ممكن يبقى في زياده في الدهون
وزياده في التكوين الغده اللي موجوده عند الراجل. حضرتك تقدر تعمل ايه في الحاله دي؟ حسب الدرجه او الجريدز بتاعه التثدي اللي موجوده، زي ما قلت لك لو الزياده او الموضوع الزياده اللي موجود في الثدي هو زياده دهنيه فقط، نقدر من خلال اجراء شفط الدهون العادي جدا من خلال فتحه صغيره نشفط منطقه الثدي وننيمها على العضله ونحصل على الشكل الممشوق اللي احنا عاوزينه. تمام. طيب في ناس بيبقى عندها زياده في الغده او الغده بتبقى ظاهره شويه، تمام؟ ده بعد ما بنشفط الدهون كويس جدا من خلال جرح نصف هلالي صغير جدا تحت منطقه الحلمه نتوصل للغده ونستخلص الغده دي تمام. حلو. فعلى حسب الجريد وعلى حسب الدرجه هنحتاج نعمل شفط الدهون واستئصال للغده احدهما او كلاهما مع بعض. على حسب حالتك انت. بالظبط. طيب الفور دي بقى. البطن بقى موضوع البطن والثوره اللي حصلت في نحت البطن ونحت عضلات البطن وتقسيم عضلات البطن او بنسميه نحت رباعي الابعاد او الفور دي، ده بيتم بتقنيه الفيزر برضو اللي هو زي ما قلت لك عمل طفره كبيره جدا في جراحات شفط الدهون. قدرنا ان احنا نشفط الدهون السطحيه بصوره دقيقه جدا فوق العضله مباشره، ننحت الخطوط والتحديدات اللي احنا بنرسمها قبل العمليه. لو في صور توضيحيه معانا برضو ايه نوضح للناس موضوع نحت العضلات عند الرجال. قدرنا ان احنا ننحت العضله وننحت الخطوط اللي فوق العضله بصوره واضحه علشان نحصل عن طريق جهاز الفيزر وعن طريق نحت الجسم او شفط الدهون. بس في هنا نقطة صغيرة نحب نوضحها للناس. اتفضل. الشخص اللي عاوز يعمل عملية 4D او نحت العضلات البطن لازم يداوم ويواصل على الرياضة. لأن الموضوع احنا عندنا بنسميه كاموفلاج او صورة تحسينية. ان احنا حضرتك بنعمل لك ال4D دوت شكل تحسيني او صورة كاموفلاج ان هو يعني تقوم العملية تلاقي البداية وكل حاجة. طيب هل احنا لو ما عملناش رياضة واستمرينا في العادات الغذائية الغير سليمة تبدا تتراكم الدهون بصوره عشوائيه حوالين المنطقه اللي نحتناها، فهيدي ديفوهات في البطن بصوره سخيفه شويه. هنا الشخص بيفاضل هيقول لنا وهيبقى صريح وامين معانا، هل احنا اللايف ستايل بتاعنا ليزي وان احنا ناس كسولين مش هنقدر ان احنا لو ليزي يبقى بلاش منها؟ بلاش، بنعمل شفط دهون عادي جدا من غير نحت العضلات البطن. يعني لازم تعمل العمليه دي وتبدا بقى تنشط نفسك تعمل تروح جيم تعمل فورمه الساحل وتبدا تروح الجيم وتصور بالظبط كده. دكتور محمد عاطف عايز اقول لك ان الحلقه انتهت، بس انا سعيده جدا جدا بقدر المعلومات اللي حضرتك افدتنا بيها وافدت مشاهديني بيها. شكرا جدا. اشكرك دكتور محمد عاطف استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام. شكرا اعزائي المشاهدين على المتابعه، استناكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مين مع نسرين. الى اللقاء.